هذا اليوم العالمي ديال المهاجر مثلا في كل بلاد بالنسبة للمغرب تيهم أولا المهاجرين اللي هما في وضعية قانونية وضعية إدارية قانونية، وتيهم كذلك المهاجرين اللي هما في وضعية غير قانونية، وتيهم المهاجرين الأجانب في المغرب، وتيهم المغاربة المقيمين بالخارج. خصنا نفكروا فيهم بزوج، ما نتكلموش على واحد الجانب. فيما يخص المغاربة المقيمين بالخارج، تحقق الكثير. كانت وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة، تخلقت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج في التسعينات، مجلس ديال الجالية، كان تقدم بالنسبة للدستور، كاين أربعة ديال البنود 16 17 18 162. لكن الآن تلاحظوا واحد النوع ديال التراخي، إن لم نقول تراجع. مثلا البنود في الدستور ما تطبقوش الخطاب الملكي ديال 6 نوفمبر 2005، اللي صاحب جلالة كان خدا القرار باش تكون الجالية ممثلة في الغرفة الأولى عبر دوائر انتخابية تشريعية في الخارج، ما تحققش، ما تعملش. القانون الجديد ديال مجلس الجالية اللي الدستر مازال ما خرجش، إعادة النظر في القانون المؤسسي ديال مؤسسة الحسن الثاني مازال ما كاينش. ما زلنا نفتقد كذلك لمنظور وطني، لاستراتيجية وطنية للمغاربة المقيمين بالخارج. عندنا استراتيجية ديال وطنية ديال الهجرة واللجوء، ولكن بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج ما عندناش. وهنا غير نذكروا على أنه ما يسمى بالسياسة المغربية الجديدة للهجرة، الحقيقة راه تكلف غير بالأجانب في المغرب. طبعا هذه مسألة مهمة، ولكن ما تتهمش المغاربة المقيمين بالخارج. وتيظهر لي هذا هو اللي جعل الخطاب الملكي ديال 20 غشت 2022 خصص الجزء الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. وإلا تذكروا صاحب جلالة طرح عدة أسئلة، أشنو درنا للمغاربة المقيمين بالخارج باش نعزو الروابط، أشنو عملنا لهم في الميدان التربوي، في الميدان الديني، في الميدان الاجتماعي، في الميدان السياسي إلى آخره. كنا ننتظر من الحكومة بعد هذا الخطاب اللي كانت مساءلة قوية للحكومة، باش الحكومة تعمل واحد البرنامج عمل وتقدمه. اللجنة الوزارية تحت إشراف رئيس الحكومة اجتمعت مرارا، خلقت دي غروب دو ترافاي، لجان عمل، ولكن لحد الآن ما عدا واحد الدراسة اللي أعلنوا عليها حول تشكيل واحد الخلية اللي تتهتم بالاستثمارات. ما شفنا حتى شي إجراء تخاد. إذا كاين عدة قضايا اللي خصها تجبد. نقول لكم تطبيق البنود ديال الدستور، استراتيجية وطنية، إعادة النظر في الهياكل اللي تتهتم بالجالية، بنك العمل، المجلس الأوروبي للأئمة المغاربة، صندوق الضمان الاجتماعي إلى آخره. هادو عدة قضايا اللي خصها تجبد. تمثيل الجالية في البرلمان، هادو عدة قضايا اللي تطلب الآن مناظرة وطنية اللي مثلا يمكن يتكلف بها البرلمان، والبرلمان كذلك تكون عنده واحد النوع ديال برنامج عمل تشريعي باش يشوف ويبرمج مع الحكومة أشنو هما القوانين اللي يمكن لها تدوز. كاين القانون 02/03 للهجرة، كاين القانون اللي مازال ما عندناش ديال اللجوء، كاين القانون إعادة النظر في القانون المؤسس
ديال ديال المجلس ديال الجالية. إذن عدة قوانين اللي خصها تمر، ولماذا تخصص مثلا واحد الجلسة استثنائية تكون برمجة باش هاد الأمور القانونية اللي هي ضرورية، إلا ما يمكنش تكون سياسة جديدة وما تكونش مبنية على أساس قانوني مضبوط يحترم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، ويكون ينسجم مع روح الدستور ومع روح عدة خطاب ملكية في هذا الميدان.